برحب بيكم طبعا في المتحف. المتحف انشئ طبعا سنة 1863 اللي انشأه الخديوي اسماعيل، وتم التوسعات بعد كده من قبل الأسرة العلوية، فؤاد، حسين كامل، الملك فاروق. احمد فؤاد اللي عمل بعض التوسعات، بعض الغرف للمركبات، لسائق المركبات، عيادات للخيول، ده احمد فؤاد. قبل التوسعات بقى كان اسطبل، هو الغرض منه اسطبل. تمام، هنبص هنلاقي احنا هنا في شارع زي ما حضرتك شايف كده، المكان كشارع سنة 1942. لو بصينا في الخلف في بانر الملك فاروق راكب العربية الألاي في افتتاح البرلمان المصري سنة 1942 في شوارع القاهرة. عملنا نفس الشارع اللي حضرتك شايفه، اللي هو قاعة الاحتفالات اللي حضرتك شايفها دي، نفس المكان. خلفنا وجهة أثرية هي نفس الوجهة لقصر عابدين بالشعار الملكي بكل ما فيها. يعني بنقرا طبعا هنا في المكان ده اكثر من 44 مركبه، في لقاءات الاحتفالات لوحدها 20 مركبه، اهمهم العربه اللي استخدمها الخديوي اسماعيل. تمام، موجوده جوه العربيه اللي استخدمها فاروق في زواجه اللي هي العربيه الالاي، ودي اهم مركبه عندنا، من اهم المركبات طبعا العربيه الالاي اللي تم زفافه على فريده سنه 1933 وافتتاح البرلمان المصري سنه 1942. طبعا المكان على مراحل، هنقول من 97 توقف لعده سنوات، ثم 2013 طبعا 2011 الثوره، ثم بعد كده الحمد لله تم افتتاحه 30/10/2020 افتتاح رئيس طبعا، وكان هي طبعا الفرحه بتاعتنا والهديه بتاعتنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدخل متحف المركبات الملكيه ويزداد تبع الخريطه الاثريه المصريه.